بهدف دعم وتمكين المرأة وتشجيعها. أقامت مجموعة صبايا غير بالتعاون مع مطرانية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس معرضا ضم العديد من المنتجات. حبينا نعمل معرض نساعد فيه الصبايا على قدر إمكانياتنا، بهذا الشيء طبعا مع مساعدة الكنيسة المطرانية للروم الأرثوذكس. هالشيء اللي عملناه لتعزيز مكانة المرأة بالمجتمع ولإيجاد فرص عمل لها. هلق مجموعة صبايا غير اجتمعت وعملت هالمعرض لتسويق منتجات العمل اليدوي ومساعدة النساء اللي بتشتغل ببيوتها للترويج لهالأعمال. هذه بحاجة لدعم انه يكون في إلنا مكان للتسويق الدائم، بحاجة لدعم انه هالأعمال هذه انه ما تظل مخباية بالبيوت. شارك في المعرض 30 سيدة بمنتجات يدوية مختلفة، تنوعت بين تدوير الأقمشة التالفة إلى الإكسسوارات والعطورات، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والرسم ومواد الزينة والتنظيف. مجموعة صبايا مشتغل موني منزلي ومقدمة للزبون بطريقة يعني تناسب الطعم المميز، يعني مثل ما كنا نعمل موني من زمان. يعني مردود مادي هو صحيح بسيط شوي بس يعني ماشي حاله، يعني الحمد لله. هلق العمل اليدوي بصراحة بالبلد عنا هون ما في له دعم، يعني القطعة كثير بتكلف، ما في من يقدر قيمتها غير قيمتها المادية، يعني قيمتها المعنوية. بدي وصل رسالة انه كل انسان قادر بيشتغل على وصل رسالته من عمله. تعتبر هذه المعارض المنبر الوحيد للسيدات اللواتي يعملن بكل جهد لإيجاد فرص عمل لهن وتشجيع غيرهن على الاستفادة من وقتهن وتحقيق مردود مادي يساعدهن في تأمين متطلبات حياتهن اليومية. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.